كمشين كدورة شوين كسومالي لان ايا ايمي كوحا يسير اسمي يوغو دواقين نتشيدة دهور دعاه ايقوليها ديغان كي ايدقما دبرعو يسيدة كلي تسيدة ايقوك الاقوليستين كراستا حبناها قوليها ديغان كي ايدقما دبرعو حسبية ده سومالي لان وصدح ده حسبي قراني قدميها كمشين كدورة شوين كسومالي لان ايدقما دبرعو وهل كان ورفيديان كاكورا هاللي ايا وحا اوشيغي نتشيدة داسي نسيدة شرع قردقا ايو حير كدورة شوين كحير نمبر 91-2020 قدوم كيسه بقول يا فريلا تناد واحد كده واقعية نتيجة ده قدوميها الدقمدة فرعاء سيدا دراد دي حلقة واحد كده وده جيا سيدا يو كره هلا نحسب يادو نتيجة دي هردعة هاي جود هان قبل كده واحد الدقمدة واحد كده وده جي بقول يا أفر بقول يا شنيا لا بعدين غف بس بيادو حيو كره هلا سيدات يلا باتنكن بقول يا سجال يا فرت ما حالي أعيد أقول لك أنت لح يلا باتن بقول كيوا كل مية وح حالي صدق يا صدقكن أفر بقول يا صدق يا طبعا أقول لك أنت كوابي يا صدق عاد بقول كيوا وداني وح حالي لبي يا فرت نكون سيدات بقول صدق يا لح نكون وحاني أكل حالين وداني وح حالي شن حلبان كل مية نوح حالي أفر حلبان sidoo kale cidna waxa la farxilibaan musharaxiinta guuleystay ee soo baxay waxa kale yihiin musharaxa koobaad ee xisbiga u cid Cabdirsaaq Ibraahin Abdi wuxuu helay 5,970 musharaxa labaad ee xisbiga u cid wuxuu helay wax weeye Maxamuud Axmed Maxamed waxaanu helay 3,244 musharaxa saddexaad ee xisbiga u cid مختار عبد محمود وحو هلاي صدحكن بقول سياشن يستيد مشرح أفراد يحسب قوعد فرحان علم عالٍ سو وحو هلاي لبكن شن بقول أفريت الدبات وحارو مشرح أسكو صباحي فرشن تي تشتشب كي عدد كي لقد يبتدي دقم ده حل بعنا ده حسب كل مية صباحي يجو حكريين أحمد دعالة شراء شامع oo helay 3,705 Khalid Hassan Haaji Diiriye oo helay 3,620 Aadan Hussein Maxamed Mire oo helay 3,250 Ahmed Abdi Aadan Ali Darban oo helay 3,790 xisbiga wadani musharaxa koobaad waa Muuse Umal Abees oo helay 6,258 waana musharaxa ugu codka badan leh degmada Burco waxaa ku xiga Sultan Jaamac Nuux Cali oo helay 5,808 waxaa ku xiga Maxamed Xirsi Axmed Wacays oo helay 5,179 waxaa ku xiga Cabdiqani Cabdillaahi Axmed oo helay 4,277 Mustafa Maxamed Muus oo helay 4,290 guud ahaan 13 xildhibaan baa degmada u soo baxay iyagana waxaan Ilaahay waxaan uga rajaynaynaa inay noqdaan kuwii degmada iyo gobolkaba ka saari lahaa xaaladan imi ku jiro waxaa la filayaa iyadana sidoo kale in saacadaha fooda inagu saxaya si rasmi ah loogu dhawaaqo xubnaha golaha baarlamaanka Soomaaliland jiidadooda hordhaca ah wararka arrimahaasi la xiriira nala soco.